هعلمكم في اقل من دقيقه مراحل الحياه اللي احنا بنمر بيها. اول ما بتتولد بنبقى بيبي بيبي، قولوها معايا، اي كلمه هقولها قولوها ورايا. تاني مرحله تودلر، اللي هو الطفل الرضيع اللي بدا يمشي، اللي بدا يمشي تودلر تودلر. نمبر 3 تشايلد، اللي هو طفل من 5 سنين 6 سنين. رابع مرحلة هي التينيجر، اللي هو المراهقة، اللي هي أصعب مرحلة في حياة الإنسان عشان المشاعر اللي بتكون متلخبطة. تينيجر تينيجر. خامس مرحلة اللي هو إحنا أدلت أدلت، الشخص البالغ العاقل اللي المفروض يكون عاقل. خامس مرحلة هي الإلدري بيرسون، الناس لما بتكون عجوزة، الشخص العجوز زي جرامبا جراما. الهومورك بتاعك دلوقتي ان انت هتشوف الفيديو مرتين بس، وبعد كده هتروح تشوف العيلة بتاعتك وتقول على كل واحد منهم هل ده child، هل ده teenager، هل ده adult، وبكده هتكون ثبتت المعلومة. لو عايز تتعلم اي حاجة تانية اعملي comment وfollow، وهستناك. باي.